او مساء الخير، زيكم. ممكن بس تعملوا لي اي كومنت تاكدي ان انتوا سامعيني؟ انا عارفه انه ميعاد غير مناسب والناس كلها بتنظف تنظيفه العيد الا انا طبعا، بس الفرصه الوحيده للولاد مش موجودين في البيت، فكانت فرصتي ان انا اطلع. بقالي كتير قوي نفسي اعمل لايف، والناس كتير بتسال على حاجات تخص العيد، ففي تنبيهات مهمه قوي للعيد، وفي اسئله كتير بتدور في دماغكم عن لبس العيد، المفروض يبقى نص ولا كم، الكحك، هنعمل كحك للبيبي ازاي عشان ياكل معانا، حاجات كتير كده انتوا بتسالوا عليها، المصيف، الناس اللي خارجه تجهز اكل ازاي للبيبي في الخروج، حاجات كتيره قوي قوي قوي. يلا بينا على طول، مش هضيع وقتكم. كل سنه وانتم طيبين. ميرسي يا حبيبتي، كل سنه وانتم طيبين، وانتوا كمان يا مارينا كل سنه وانتوا طيبين، انتوا لسه فطرانين برضه. طيب، يلا بينا. اول حاجه، سؤال اشهر سؤال، ولا خليه، معلش خليه تاني حاجه بسرعه، اللبس خليه تاني حاجه لغايه ما الناس بس تتجمع عشان كلهم هيسالوا عليه. اول حاجه، بالنسبه لتنظيفه العيد، كلكم دلوقتي بتحاولوا تدخلوا السباق الرئاسي، مين اكتر واحده هدت البيت وبنيته تاني من الاول عشان العيد. ربنا يكرمكم، والنظافة شيء جميل، بس هتاخدي بالك من حاجات مهمة قوي قوي وانت بتنظفي. نمرة واحد، البيبي وانت بتنظفي يا اما هيكون مع حد، يعني مثلا قاعد مع اختك، قاعد مع ماما، يا اما لو معاكي لازم نمرة واحد تفرشي له في الارض، ممنوع يتحط على السرير. انا بقول لكم كل الكوارث اللي بنسمعها كل عيد، فممنوع يتساب على السرير لانهم بيقعوا، وبتبقى بعد الشر اوحش حاجة ممكن تحصل في العيد او في الوقفة. نمرة اتنين، اي منظفات حضرتك بتنظفي بيها لازم تترفع فوق بعيد، ما تسيبيش الرف المنظفات اللي تحت الحوض ده، كارثة، ما تسيبيهوش مفتوح، ما تركبيش كذا منظف على بعض. يعني مثلا حطيتي كلور على ديتول على اريال بيطلعوا روايح نفاذة او ابخرة، ممكن انتي ما تشميهاش، الطفل بيشمها بتبقى وحشة جدا على صدره. اقفلي باب الحمام لو عندك طفل بيزحف. انا دلوقتي في المرحلة دي بنتي صغيرة بتزحف، اول حاجه بتدخل عليها الحمام والزباله عزكم الله، فهتدخل تلاقي اي حاجه منقوعه في البانيو هتشرب كلور. الكلور ما يتحطش في ازايز شفافه زي ازايز الميه، لا ده حتى الكبار بيفتكروه ميه ساعات ويشربوه، فما بالكم الصغيرين. احنا مش عايزين كوارث، عايزين العيد يعدي عليكم حلو جدا. لو عندك طفل على المشايه، المشايه اصلا غلط ممنوع، بس اذا انت حابه خلاص وحطاه على المشايه، طول ما انت بتشتغلي يا اما هو مع حد، يا اما انت زنقاه ما بين كرسيين او شايله عجل المشايه علشان انت بتمسحي، والموضوع هيبقى صعب جدا. تمام تمام، ده بالنسبه للتنظيف، خدوا بالكم ربنا يحفظ الولاد. نمره اتنين، نلبس ايه في العيد، لان دي خناقه الازليه. لو عندكم اسئله اكتبوا لي، انا ان شاء الله النهارده قاعده مفيش عيال فهجاوب شويه. نلبس ايه في العيد؟ دلوقتي في ناس بتقولك البسي بكم، وفي ناس بتقولك لبسي بنص. ما هو الموضوع اصلا ليه علاقه بالمكان اللي انت عايشه فيه. دلوقتي الناس اللي عايشه في صعيد مصر، انا هتكلم على جمهوريه مصر العربيه، وانتوا بالقياس برضو لو في بلاد تانية ظبطوها. لو انت عايشه مثلا في الصعيد، فانت درجه الحراره عندك دلوقتي 35 ل 37، تمام؟ فانت حبيبتي لازم هتلبسي صيفي. ده اذا انت اصلا ملبسه قطعتين، انت احتمال تكوني ملبسه، لو بيبي فوق سنه احتمال تكوني ملبسه قطعه واحده، لو بيبي تحت سنه او تحت 6 شهور بالذات يعني هتلبسي قطعتين حتى لو انت في الصعيد. لو الدنيا عندك حر جدا فانت هتلبسي قطعه واحده او قطعتين، او لو مثلا حر جدا بس انت عندك تكييف او عندك مراوح وتهويه كويسه فانت هتلبسي قطعتين، قطعه قط وقطعه تانية نص. وساعات والله لو حر جدا هتلبسي قط، ولو حر جدا وابنك بيشر عرق وانتوا بتشروا عرق في البيت وما عندكوش تكييفات ولا مراوح، انت احتمال تكوني اصلا بيبي فوق 6 شهور احتمال يكون بالبامبرز وبيلعب بس بالبامبرز، بس طبعا تحت كده لازم هيلبس الفانيلا. فكل واحد على حسب ظروفه. بالنسبة لنا هنا في القاهرة، فاحنا في القاهرة هنا وسط، بالنهار هيبقى حر، يعني بنتكلم في اوائل الثلاثينات، وبالليل هيبقى شوية هوا، فانتي بالنهار هتلبسي صيفي، خلاص البسوا الصيفي. طب اللي جابت بكم تعمل ايه؟ تلبس تحت فانيلا كات وتخرج وتشغل التكييف العربية او تكييف المكان اللي هتروحه او مروحة، يعني اكيد مش هنرمي الهدوم يعني. بس انا دايما بحس ان لبس العيد الاستثمار الاحسن ان انت تجيبيه صيفي عشان يمشي معاكي بقية الصيف، انما لو جبتيه بكم فهو هيمشي معاكي اسبوعين كمان وهتسيبيه شكرا، لانهم بيصغروا عليه بسرعة جدا.
طيب، فانتي هتلبسي بالنهار بنص عادي صيفي عادي، بالليل هتقلي حاجة بسيطة، يعني مثلا بدل النص هيبقى بكم، او مثلا هتقلي بالفانيلا اللي تحت بدل ما هي فانيلا مثلا كات فانيلا نص. انا بحب اعمل حركة تانية ان انا البس بنطلون، يعني هي لابسة مثلا نص كم والجو برد، خلاص البسها شورت طويل شوية او بنطلون البيجامة، يبقى انا كده ايه كنتها واديتها يعني الدفى اللي هي عايزاه. الخلاصة في ناس مثلا في وجه بحري عندهم الجو دلوقتي لسه هوا، فهيلبسوا ايه؟ هيلبسوا تيشيرت بكم قطن وتحته، او البنات هتلبس الفساتين اللي بكم اللذيذة دي وتحته الفانيلا كات. الفيصل الاساسي ايه؟ انتي لابسة قد ايه؟ انتي هتلبسي لبسك بلس وان الطفل. انا بتكلم لو انتي لابسة براحتك في بيتك مش لابسة الحجاب بره، لانه ده مش مقياس اللي احنا لابسينه ده كله، انما لو انت في بيتك شوفي انت لابسه ايه، والبيبي لو هو بيبي صغير قوي ضعيف خالص تحت السنه يبقى هيلبس اكتر منك بقطعه، تمام. بالليل هتقلي شويه، ودايما هنعمل حاجه هنجس الطفل، حطي ايدك على قفا البيبي، انا بقولها لك كده بالبلدي، او يعني رقبته من ورا وجوه صدره، مش تمسكي ايده لا، جوه صدره وظهره من ورا، جسمه نفسه دافيان ولا لا؟ دافيان يبقى انت كده في المكان الصح، عرقان يبقى انت محتاجه تخففي او تزودي درجه الحراره، مثلا تحاولي تعملي تهويه بتكييف او مروحه. الولد بردان انت حاطه ايدك وحاسه ان هو بردان يبقى انت محتاجه تقلي، يبقى هو ده الفيصل الاساسي. حاجه اخيره، في امهات لسه اولادها لابسه لغايه النهارده 3 قطع واربع قطع، دول ما ينفعش حبايبي في اول يوم العيد يخففوا فجاه. يعني انا مش ضد ان احنا نلبس خفيف، انا ضد النقله المفاجاه لان العيال بتاعيا خلاص. فانت هتعملي ايه؟ هتشيلي قطعه النهارده، شيلي قطعه، وبعد يومين ثلاثه شيلي قطعه. القطعه اللي اشيلها دي تبقى قطعه من بره ولا قطعه من جوه؟ لا، قطعه من النص، يعني الفانيلا كات ده بيزك، ده اساسي معانا، وانت مثلا ملبسه فانيلتين كمان وحاجه بكم، اوكي، شيلي واحده من الفانيلات، بعد 3 ايام شيلي كمان واحده من الفانيلات. ملبسه بنطلون، ابدأي بالبنطلون بحيث صدره يبقى دافيان، وشيلي بنطلون البيجامه، دلوقتي العيال لابسه شورتات وفي كباسين بس الفانيلا وعايشين حياتهم. المهم بس تنزلي تدريجي خلاص. حاجه كمان مهمه، البيبي الصغير اللي لسه مولود احنا بنبقى خايفين عليه، بس مش لدرجه بقى التقفيز الكتير قوي. ابنك لو خرج ومحطوط في الكاريكات اللي هي الحامل بتاع البيبي ده، الكاريكات اصلا حرارتها عاليه بيعرقوا فيها جدا جدا، فخفي لان هو هيتحط في الكاريكات يبرد، سوري يتحر. ابنك مش المفروض يكون عرقان، وقت ما تيجي ترضعيه فكيه، اوعي ترضعي بيبي هو سوادلد او ملفوف، فكيه هويه ورضعيه براحته، وبعدين عشان هيعرق منك جامد جدا، وبعدين ارجعي عادي. الاطفال المولوده بتعرق زينا وبني ادمين زينا، بالعكس ده جسمهم بيفقد ميه كتير جدا لان جلدهم طبقه رفيعه قوي، فبيعرقوا وبيجي لهم جفاف وبيجي لهم حمو النيل. فلو سمحتي برضو البيبي الصغير هيخفف وهيلبس اكتر منك انتي بقطعه، بشرط تلمسيه خلاص. لو لسه مولود خالص معلش خلي الطبقه اللي بره بكم، صعب قوي يبقى لسه مولود ولابس الطبقه اللي بره بنص لانه ضعاف قوي حبايبي، حتى السالوبات هيلمهم. طيب، هتحسوا ان انا نفسيتي مرتاحه ان العيال مش في البيت، حاسه ان انا كده قادره اتكلم واعلي صوتي. الحمد لله. طيب، ربنا يديمهم نعمه طبعا، بس شويه نفس. حاجه كمان مهمه بالنسبه للعيد، هناكل ايه في العيد؟ احنا كامهات او يعني عاده مش عارفه بره بيعملوا ايه، بس احنا كمصريين عندنا واحده من 3 عادات، في ناس بتبتدي الصبح بالكبده، في ناس بتبتدي الصبح بالفسيخ والرنجه دول صحتهم اقوى شويه، وفي ناس بتبتدي كحك، وهما الثلاثه ما شاء الله احلى من بعض. طيب، ابتدي اول حاجه الكبده. انت هتاكلي كبده؟ اوكي، انت لو حامل مش هتاكلي كبده. ليه؟ لان الكبده فيها كميه فيتامين الف، مش اي فيتامين الف، فيتامين الف الحيواني اللي هم بيقولوا عليه الريتينويد، ده بعد الشر ممكن بيعمل تشوهات للجنين. طيب، كبده اللحمه بالذات غنيه جدا جدا بفيتامين الف ده، فوانا حامل لازم يا اما اخدها بكميات محسوبه جدا جدا، يعني حاجه مثلا قد كده خلاص، دوقي، انا مش بقولك اتعذبي، دوقي يعني وانبسطي، بس ده مش فطارك، ده بالكتير هتدوقي منه وهتعملي لنفسك فطار تاني، اوكي، لو انت حامل بالذات اول 3 شهور. طيب، لو انت بترضعي
كلي كبده ولا يهمك، جسمك بيقدر يتعامل مع الريتينويدز وياخد فايدتها ويخزن اللي هو عايزه في الكبد والباقي يرميه ويشبع البيبي منه. بالعكس دي هتديكي حديد كويس جدا انت محتاجاه والبيبي محتاجه. طيب تاني حاجه، لو انت البيبي ما ياكلش كبده لحمه، عشان انا عارفه ان هيبقى قدامكم كبده اللحمه وهتبقوا مشتاقين تاكلوه وهتقولوا طب ما بياكل كبده الفراخ عادي. بص كبده الفراخ ما فيهاش نفس كميه فيتامين ا اللي موجوده في كبده اللحمه، تمام؟ كبده اللحمه فيها فيتامين ا تقدري تقولي 10 اضعاف اللي موجوده في كبده الفراخ. عشان كده احنا لما بنيجي ناكل البيبي كبده بناكله كبده فراخ بلدي. ليه؟ لان البيضه كل الادويه اللي بيبلبعوها للفراخ عشان تسمن بتروح على فين؟ على الكبد، يعمل لها ديتوكس يتخلص منها، فبتبقى الكبده نفسها مش حلوه. فهتستخدمي كبده فراخ بلدي للبيبي. لو عندكم كبده فراخ بقري او جاموسي على حسب يعني الذبح وكده، وانتوا جبتوا كبده لحم او كبده جملي، صعب قوي ان انت تديها البيبي تحت السنه. وعلى فكره صعب للبيبي الطفل لغايه 3 سنين. ده مش معناه ان لغايه 3 سنين ما ياكلش كبده، ياكل بس بالعقل، لان جرعه فيتامين ا اللي هتدخل له مره واحده دي ممكن جسمه ما يبقاش عارف يتعامل معاها. فلو انت هتدي ابنك من سنه لثلاث سنين اديله الكبده بس بالمعقول، نص سندويتش ويكمل باكل تاني. ده لو ابنك بيحب الكبده، يبقى ده انت كده يعني عظيمه. اوكي لو تحت السنه ادي كبده لحمه، ما تديش كبده فراخ. سوري ادي كبده فراخ ما تديش كبده لحمه. لو عايزه تدي كبده لحمه، يعني انا ساعات بدوق بس، يعني مثلا هي بيبقى نفسها فيها وشايفانا قاعدين بناكل فيها، وانا بحب اعمل الكبده مشويه، ما بحبش اعملها اسكندراني، بحب اعملها مشويه اتبلها حلو واحطها على الجريل بتبقى تحفه، فهي بتبقى نفسها تمسكها زينا وتاكلها، فممكن اديها حته قد نص عقله الصباع، يعني اللي هتقطمه ما يزيدش عن نص عقله الصباع، ده جرعه كافيه قوي لقنبله فيتامين الف. طيب ده تاني حاجه بالنسبه للفسيخ والرنجه، كان نفسكم فيه من يوم شم النسيم وكنتوا صايمين فانتم محوشينه للعيد. الفسيخ كل سنه وانتم طيبين. الفسيخ والرنجه طبعا الحوامل ممنوع. ليه يا حبيبتي ممنوع؟ لا وانا والله متعذبه زيكم ما باكلوش خالص، يعني ماسكه نفسي بقالي كتير قوي، كل سنه اقول هاكله احمل في الجديده، عارفين اللي هو هكذا دواليك، مش عارف افطم احمل. الفسيخ والرنجه فيهم اولا كميه ملح كتير قوي قوي، هتاكليهم وانت حامل، نمره واحد ضغطك هيعلى مع الحمل، وانا بخاف مع الضغط العالي مع الحمل ان يحصل بعد الشر بري كلامسيا او تسمم حمل او تشنجات او طلق بعد الشر يزيد عليكي، فده انا بقلق منه. نمره اتنين هتلاقي رجلك ورمت جامد جدا، خصوصا لو انت في الاواخر في الثامن او التاسع وهتلاقي طلق، فبلاش لو سمحتي بلاش. التالتة هي الكارثة، انه الفسيخ محطوط فيه مادة ممكن تكون سامة اثناء التخزين، يا اما بيكون فيه سالمونيلا او اللي هي مثلا، او بلاش سالمونيلا، لا بيكون فيه بكتيريا تانية سامة ممكن تجيب لك نزلة معوية واسهال شديد، الجفاف ده ممكن يقلل المية اللي حوالين البيبي ويتعبك، يا اما بيكون بعد الشر بخاف من البوتولينوم توكسين اللي هي مادة سامة جدا ممكن تعمل تشنجات شديدة وممكن تؤدي للوفاة. فطبعا انت لو اتحطيتي في موقف زي ده بعد الشر البيبي ممكن يتعرض لمشكله كبيره. ده بالنسبه للحامل. بالنسبه للي بترضع يعني زي كده ممنوع الفسيخ والرنج. ليه بقى؟ نمره واحد الملح عالي جدا جدا جدا، فهيسحب الميه من جسمك، فهتلاقي اليومين اللي بعد الفسيخ لبنك قل. بصوا انا بقول لكم كل مره على الحاجات هتقلل اللبن ما بتصدقونيش، وفي اول رمضان اتكلمت عن الصيام وما صدقتونيش، وجيتوا بعدها باسبوعين تقولوا هنعمل ايه في اللبن اللي قل. فالجفاف مع الحر مع المجهود الفظيع اللي بتعمليه في تحضيرات العيد اللبن هيقل للبيبي. نمره اتنين اللبن طعمه هيتغير بعد الفسيخ، فهتلاقي ابنك مقريف جدا على الرضاعه، مش عارف يرضع، الطعم مش مريحك. نمرة تلاتة لو انت بعد الشر جالك التسمم، هو الحمد لله مش هيجي للطفل بعد الشر، بس ممكن بعد الشر لو جالك بعد الشر واحد في الالف ان يجيلك تسمم هتبقى كارثة ليكي وللبيبي. لو جاتلك بقى نزلة معوية فالبيبي هيتعب معاكي، هيجيله اسهال وممكن يجيله قيء، فبلاش لو سمحتي، احنا مش ناقصين مشاكل بالنسبه للفسيخ والرنجه. بالنسبه للكحك كل كحك بقى، انا مش هقول لك حاجه براحتك. لو انت بس حامل ظبطي كميات الكحك، عشان سكر الحامل بيعلى اكتر مننا بكتير، ولو هي مش واكله بيهبط اكتر مننا بكتير، الانسولين بيبقى مذبذب
مذبذب، اه متذبذب. فالكحك لو سمحتي امسكي ايدك شويه في الكحك، يعني واحده واحده، مثلا كحكايه ساعتين ثلاثه خدي واحده كمان، بلاش كله مره واحده عشان انت نفسك هتهبطي جدا، او هتلاقي البيبي هايبر جدا جدا في بطنك مش هتقدري على الحركه. آه طيب، بالنسبه للبيبيهات، الاطفال يا جماعه ما بتاكلش كحك، الله يكرمكم، الاطفال اللي تحت السنه ممنوع تاكل الكحك. طب الاطفال اللي فوق السنه برضو الكحك لازم يتاخد بكميات صغيرة. انا بشوف اطفال سنة ونص وسنتين وماسكين الكحك والغريبة بياكلوا بطريقة مش طبيعية، سمن كتير جدا، بيعمل لهم حموضة عالية في معدتهم، ساعات بيعمل لهم اسهال. لو انت جايباه من بره ممكن ما يكونش معمول بسمنة اصلا، يكون معمول بزيوت مهدرجة، طبعا كمية سكر رهيبة رهيبة. لو ماما عملت الفسيخ في البيت ما ينفعش تاكليه وانت حامل او بترضعي، بعد ما تفطمي كليه، هتموت يعني نفسك قوي قوي قوي، كلي حته ما بين صوابعك، انا بقى مع ان انت تدوقي خلاص بس ما تدوسيش. اصل الفسيخ بيطلب بصل، والبصل بيطلب تشوي جنبه رنجايه، يعني انت عارفه المتلازمه اللي بتاخدنا دي، فبنروح في حته تانية. طيب انا عاوزه افرح ابني بالعيد، احنا هنعمل ايه الليله دي مثلا؟ بكره ان شاء الله ليله الوقفه احنا بنعمل كوكيز للبيبي. هتعملي ازاي كوكيز للبيبي؟ هتجيبي عشان ياكل كحك زيكم ويبقى مبسوط، والوصفه دي على فكره تنفع لغايه 3 و4 سنين، وهقول لك تظبطيها ازاي بعدها. لو انت ابنك تحت سنه انت هتجيبي مزايا، خلاص مزايا تكون قربت تسود كده، اللي هي خلاص استوت قوي قوي، تمام. هتجيبي المزايا تهرسيها كويس جدا جدا كانها بقت قريبه من الميه، هتجيبي شويه شوفان مطحون او هتجيبي دقيق شوفان، هتحطيه على المزايا وتضربيهم مع بعض كويس، مع نقط الموز هيمسك اوكي، فهيعمل كوكيز حلوه وفي نفس الوقت طعمه مسكر. هتجيبي شويه فانيليا خام من غير سكر، تحطي نقطتين ثلاثه بتعمل طعم حلو جدا وريحه حلوه للبسكويت، تحسي كانه البسكويت اللي بتشتريه من بره. حطي الفانيليا الخام، وبعدين حطي رشه قرفه، وبعدين حطي نص معلقه زيت، يا اما هتحطي زيت زيتون يا اما تحطي زيت ذره. انا بحب احط زيت جوز هند خام، بجيب زيت الجوز هند اللي بيبقى جامد ده واحطه، البكر ده بحطه بيعمل بقى طعم حلو قوي في البسكوتيه، في الكوكيز او الكحك بتاع البيبي، واصلا بنتي الكبيره بتعمله معايا فبتكون حدث بقى، يلا نعمل كحك العيد اوكي. وبعدين هتعملي ايه بعد كده؟ قلنا القرفه، ممكن ترشي معاهم رشه مكسرات مطحونه، هتديله طعم جميل جدا. انا بحب احط عليه معلقه تمر، فكرتوني ان انا انقع التمر، انقعي التمر النهارده وبكره خدي التمر اضربيه، ممكن معاه شويه قراصية اللي هو البرقوق المجفف علشان خاطر الامساك اللي بيجي لهم، خلاص واضربيه وحطيه معاه، بيحط بقى طعم التمر مع طعم الموز فظيع، وهيخلي ابنك ياكل بلح لو هو مش غاوي بلح. وممكن لو ما عندكيش موز تجيبي بطاطايه، لو في بطاطا يعني دلوقتي حلوه، واحده منهم تستخدميها بدل الموز. اهرسي كل القصه دي حلوه قوي مع بعض خلاص، وامسكيها بايدك واعمليها ايه، واعمليها بططيها كانها بسكوتيه، بس رفعيها قوي علشان تستوي كويس في وقت قليل من غير ما تنشف وتسود، تمام. الاحلى بقى من انك تعملي ده، انك تعمليها ايه، انك تقلبيها كب كيك اوكي. تعملي ايه بقى؟ نفس الوصفه دي بس تحطي عليها بيضايه، تكسري عليها بيضايه، تمام. البيض اوريدي ممكن يدخل من السادس، كل المكونات اللي انا بقولها دي ممكن تدخل من السادس، دخليها من السادس. بس جربي صفار البيض الاول وبعدين بياض البيض، والمكونات تكوني مجرباها قبل كده. حطي البيضايه، لو عندك طفل، وابتدي فضيهم جوه القوالب بتاعت الكب كيك. لو عندك بنتك فوق سنه او ابنك فوق سنه، حطي معاهم معلقه عسل، حطي ممكن زبده فول سوداني بتديله طعم حلو. بحط بيكنج باودر، البيكنج باودر بيخليها تنفش. بحط ذره ملح، ذره، علشان خاطر يعني قوامها وكل حاجه فيها تظبط. بحط كوكيز، بجيب اللي هما مش كوكيز، اللي هما الشوكليت شيبس، اللي هما قطع الشوكولاته الصغيره، ارميها في العجينه خلاص، ونبتدي نصبهم صبه المافن او الكب كيك، وتدخليهم الفرن 10 دقائق. لو بسكوت تسنين هتدخليه وتقلبيه الناحيه التانيه خلاص، بتبقى حلوه. وبحط كاكاو، تمام، بيديها لون كده وبيحسسك ان هي حقيقيه، لانه اصل الشوفان
دايما قوامه مش زي الدقيق في المافن، فحطي معاه كاكاو وطلعيها، البيبي بيحب يمسكها ويقعد ياكلها. ساعات بفرولها كده على الزبادي، ممكن تعملي كمية وتحطيهم في الفريزر وتنزلي تفكيها في الميكروويف وتأكليه، بتبقى لذيذة جدا. والكبار كمان ممكن بقى تجيبي ويبين كريم وتعملي لها كريمة من فوق. خلاص بقى، عشان كده قلبنا لك يا سيدتي. ادخل على النقطة اللي بعدها، يوم العيد اوحش حاجة ممكن تعملوها ان انتوا تدوا للولاد فلوس يجيبوا بومب او صواريخ. وما تقوليش ده قرار الطفل، ده قرارك انتي، ده انتي. هو لو طلب منك سكينة مش هتديها له. فلو سمحتوا يا جماعة، عشان كل عيد في يعني روحوا طوارئ المستشفيات، شوفوا الكوارث اللي هناك. بعد الشر عن ولادكم، في اولاد كتير عينيها بتروح، مش بس من البومب نفسه، من الرذاذ الصغير اللي بيطلع من الصاروخ. وبيبقى في اطفال تانية بتلعب، لا كان ليها في البومب ولا في الصواريخ ولا اي حاجة، حبايبي ماشيين وبيفرقع فيهم. فيا جماعة، محدش ابدا يحط فلوس في لعبة زي دي. وبرضو لعب الاطفال التانية اللي بيبقى فيها خرز، المسدسات بتطلع خرز، اي لعبة ممكن تعمل شوكينج هازارد للطفل او يبلعها او تفرقع في عينه، يا جماعة مش اوبشن، الله يكرمكم بلاش. طيب النقطة اللي بعدها، البوس. هتقابلوا الناس، هتخرجوا وتقابلوا الناس، وده جميل، بس البوس ممنوع اليومين دول علشان خاطري. الكبار ممكن يبوسوا في الخد، الصغيرين خليهم يبوسوا في الايد. خلاص، عشان ايه؟ يعني عايز يبوس البيبي يبوسه في ايده وبيغسل ايده، انما البوس في الوش هيجيب هربس. مش بس هربس، احنا دلوقتي في الكورونا، على فكره الكورونا ما خلصتش، وبعدين عندنا التهاب الكبدي الجديد اللي احنا لسه مش عارفين ده بسبب ايه. ده بعد الشر، في اطفال بره اتوفت وفي اطفال جالها عملت زرع كبد. احنا قدام موجة التهاب كبدي وبائي غريب، ولغاية النهارده العالم مش فاهم سببه، خطير جدا. فلو سمحتوا ده مش وقت بوس، اللي بيحب ابنك يحافظ عليه. النقطة اللي بعدها، أكل الشارع بالنسبة للأطفال الأكبر وبالنسبة ليكوا انتوا كمان، لو سمحتوا قللوه جدا جدا اليومين دول، لأن في روتا ونزلات معوية. المستشفيات بتبقى شغالة 24 ساعة والطوارئ شغالة 24 ساعة، إنما الدكاترة أغلبهم أجازة في العيد. فلو ابني تعب، بالذات بالذات إسهال، بالذات الإسهال أو القيء أو الاتنين مع بعض، لأن اليومين دول يومين الروتا، خلاص في روتا كتير، وفي بعد الشر بقى يعني نزلات معوية بسبب البطيخ وبسبب الخوخ. فاصبروا شوية على البطيخ والخوخ بتوع أول الموسم، واصبروا على يعني بشكل عام. لو الطفل بدأ يجيله جفاف، أول حاجة هتعمليها لو دكتوره مش متاح، أول حاجة هتجيبي محلول الجفاف وتحليه في مية وتحطيه في التلاجة وتطلعي له شوية بشوية. اوعي تدي محلول الجفاف مرة واحدة، ياخد قد ايه؟ ياخد 10 ملي، اضربيهم في وزنه. يعني مثلا ابني 6 كيلو، يبقى هياخد 60 ملي. افضل محلول جفاف ممكن تجيبيه في السوق هو البيديالايت مثلا. مثلا ليه؟ لان البيديالايت سائل وطعمه لطيف شوية، فممكن يستحملوه اكتر من الباودر بصراحة. تاني حاجة، لازم اطلع طوارئ. مفيش دكاترة يعني مش هوقف ابني عيان او بيكح جامد او سخن جامد لغاية ما العيد يخلص، تصرف غلط خالص يا جماعة. والطفل العيان دلوقتي يروح للدكتور بكرة السبت، خلاص مش لازم استنى لما بعد الشر اتعب بيه يوم الاثنين وما بقاش عارفة اعمل ايه. طيب نقطة كمان مهمة جدا، مفيش بوتي تريننج، مفيش بوتي تريننج اليومين الجايين. بوتي تريننج ده يعني الام مستعدة، البيت فاضي، مفيش اي ناس الطفل هيشوفهم ويتحرج قدامهم. السجاجيد متشاله، مش قاعدين بقى نظفناها وفردناها، لا. فلو سمحتوا يومين ثلاثه يخلصوا العيد، العيد هيخلص يوم الاربع، وابتدي بوتي تريننج الخميس زي ما انت عايزه. خلاص ان شاء الله هتخلصي العيد هتلاقي فيديو بوتي تريننج نزل، اللي هو خلع الحفاض، عشان الناس اللي مش عارفه يعني اقصد ايه بوتي تريننج، فاتقالوا شويه على الموضوع. حاجه كمان، هتروحي تقابلي ناس وانت خارجه في العيد، هتلاقيهم بيقولوا لك ايه؟ اللي هم بتوع الطاقه السلبيه دول، اللي هم اصل انت ما بتعمليش، اصل انت مقصره، اصل ابني احسن من ابنك، اصل ابني كان بيقعد على البوتي وهو عنده اسبوعين، 40 يوم وكان بيقعد على البوتي، حاجات كده غريبه. اصلا انا 40 يوم وبيقعد، انا مش عارفه ازاي. دخلي من ودنه وطلعي من الناحيه التانيه خالص. ما عايزه تردي عليهم، انت حره، عايزه ما تقابليهمش انت حره، بس ما يبقاش الحل ان انا ارجع مشحونه ضد ابني او ضد نفسي.
لان ده دايما بيحصل في العيد، انت تخنتي قوي فانا ارجع مش طايقه نفسي وكارهه العيال وكارهه الرضاعه اللي تخنتني ومقرره ان انا افطم. معلش انا طبيعي اتخن علشان خاطر انا كنت بجيب طفل، وطبيعي اخس بالراحه علشان انا بحافظ على ابني. ومش معنى ان انت قاعده تتنططي عليا وتقولي لي ان ابنك وابنك وابنك عمل، انه فعلا ابنك احسن من ابني. ممكن جدا تكوني ضغطتي عليه جدا في البوتي تريننج، ممكن يكون الولد كان بيعمل على روحه بالليل، ممكن تكوني كنت بتضربيه في امهات بتلسع بالشمع، ممكن تكوني حطيتيه في مواقف هزت ثقته في نفسه والولد عنده عقده فشل، ممكن تكوني ام عصبيه في بيتك، ممكن يكون ابنك زي الفل، بس ده مش معناه ان ابني وحش. خلاص الصحه مش بالكيلو. هو ماله الواد خاسس كده ليه؟ اكتر كلمه تضايق، هو ماله خاسس كده ليه؟ وانت تبتدي تردي تقولي اصل التسنين، لا على فكره اصل هو على معدلات النمو كويس مش وحش. الصحه ردي قولي الصحه مش بالكيلو، صحه ابنك الرفيع ممكن تكون احسن من صحه الطفل المبقلص التاني، لان هو كل اللي بياكله سيريلاك من جاهز واكل مش صحي وغرقان في الكحك، وانت ابنك عماله تاكليه بقى في شوفان وموز وحاجات كلها صحيه فملهاش علاقه خالص بالكيلو. ما تقطموش نفسكم يعني، خلاص دخلي من هنا وخليكي فاهمه المغزى ورا اللي هي بتقوله. ما تبقيش ايه ان انت تفكري في الجمله التافهه بتاعت ابنك خس، فكري في المغزى. هي لو واحده بتحب واحده ليه اول ما تشوفها هتقول لها ابنك خس؟ دي اول ما تشوفها تقول لها ما شاء الله ايه القمر ده. فهي كل اللي بتحاول تعمله ان هي عندها مشاكل نفسيه تجاهك او شايفه ان انت احسن منها في حاجه، فبتحاول ترد وتقلل منك. فما تسيبيش الموضوع الاساسي ان هي شايفه فعلا ان انت في عينيها فيكي حاجه. اوكي يعني محدش بيتنمر على حد غير لما يكون من جواه حاسس انه احسن منه. وتقعدي تركزي بقى في الحاجات التانية، فتيجي تقلعي ابنك البامبرز بدري وتضغطي عليه وتضغطي على نفسك، ما تعمليش كده. طيب حاجة كمان مهمة، لو أنا خارجة في العيد إيه أكل البيبي اللي ممكن أخده معايا وما يبصش؟ نمرة واحد، اعملي خدي موزة، ده أسهل حاجة في الدنيا، بس ما تحطيش الموزة في كيس لأنها هتسود منك، تمام؟ فيبقى نمرة واحد خدي موز. الموزة دي نفسها ممكن وقت ما تهرسيها للبيبي بره لو مش هتشبعه لوحدها تحطي معاها شوية شوفان مطحون، حطي شوية شوفان على النار وطحنيه كويس وحطيه مع الموزة واهرسيهم مع بعض، خلاص مع شوية قرفة، من غير قرفة مش مشكلة، هيبقى سهل قوي ان هو ياكله في ساعتها. تاني حاجة بتفرق جدا مع الولاد وبيحبوا ياخدوها معاهم في الاكل، التوست. لو ابنك فوق 6 شهور هاتي التوست البني او توست الشوفان او توست الحبوب الكاملة، وحطي فيه اي جبنة عندك. يعني هو في ناس بتحط جبنة نستو، جبنة نستو مش احسن اختيار صحي، فممكن تعملي جبنة القريش سبريد، ممكن تحطي جبنة شيدر، يا ستي حطي نستو لو مزنوقة مش اليوم ده يعني اللي هيضيع مستقبل الطفل. خلاص وقطعي تستايه صغير مكعبات، هحط لكم صورتها النهارده ان شاء الله في بوست، بيلقطوها وياكلوها بتبقى لذيذه جدا. او عندك في البيت عيش بلدي حطي فيه حته جبنه شادر وسيحيها في الفرن او في الميكروويف واديها له، هيمصها وياكلها وهتبقى سهله وهندي اكتر وهو خارج. نمره ثلاثة، لو عندك افوكادو، لو عندك امكانيه او بتقدري تجيبي افوكادو هاتي افوكادو وفي ساعتها افتحيها وطلعي اللي فيها البيبي ياكلها، هيكون سعيد بيها جدا. حاجه كمان بحب اخدها معايا قوي المكرونه المسلوقه، اعملي المكرونه الفرن اللي هي البنه او المكرونه المقصوصه الخواتم، بيحبوا بقى يلبسوها في ايديهم ويمسكوها وياكلوها مسلوقه فمش هتبوظ وبيبقى طعمها حلو وبتشبع. ممكن تاخدي زبادي وتتاكل على طول، يعني مثلا في خلال ساعتين يبقى هو اول حاجه هتتاكل. ممكن تاخدي معاكي بسكوت تسنيم من اللي انت عملتيه او مافن من اللي انت او الكب كيك اللي احنا لسه قايلين على طريقتها. ممكن تجيلي بطاطس او جزر او بطاطا تقطعيهم يعني بسمك شويه، تحطيهم مع شويه زيت زيتون وزعتر ولا اي حاجه وتدخليهم الفرن وتطلعيهم، الطفل بيمسكهم وياكلهم، ولو ما مسكهمش في ساعتها هرسيهم او بططي بايدك واكلي هياكل. عايزه تجيبي اكل من بره، هاتي البرطمانات احسن ما تجيبي الباودر. البرطمان ما فيهوش نفس المشاكل بتاعت الباودر، هو طبعا اكل البيت انضف من ده ومن ده وارخص واحلى وكل حاجه، ولو ابنك اتعود على الوصفات الحلوه على فكره البرطمانات دي مش هتعجبه. انما لو انت لو بتختاري الباودر بيبقى جواه زيوت اللي هو زي مثلا ايه اللي هو ريري سيريلاك هيرو بيبي، الحاجات مش هيرو كل منتجاته، انا بتكلم على الباودر ده الجاهز،
بيبقى فيه زيوت مهدرجة وسكر وكراميل ولبن، وكل دي حاجات ممنوعة. فخدي البرطمان أرحم، والبرطمان نفسه احتفظي بيه، وبعد كده حطي فيه الأكل وانت خارجة، لأن هو اير تايت فبيتحتفظ بالأكل، هيعيش معاكي فترة أطول. المكرونة مش مفيدة. الترتيب بتاع الأكل أوكي، أول حاجة إنك تدي حبوب كاملة خلاص، تاني حاجة تنزلي للرز، والرز برضو مرتين في الأسبوع. أوعي تفتكري إن الرز عشان هو الرز حاجة حلوة المفروض يتاخد كتير. الجمعية الأمريكية لطب الأطفال بتقول الرز آخره يومين عشان فيه مادة زرنيخ، مش المفروض الطفل ياخد منها كتير. انزلي بعد كده للمكرونات تمام. المهم يبقى عندي توازن. العيل اللي ماشي على مكرونة طول الوقت ده غلط تمام. انما لو انا بدي يوم مكرونه، بدي يوم رز، بدي يوم شوفان، بدي يوم فريك، بدي يوم برغل، يبقى ما فيهاش حاجه خالص، يبقى انا ما اذيتش الطفل. بالعكس، ده انت ممكن المكرونه دي بعد كده تدخلي فيه حاجات كتير قوي الطفل محتاجها وبيرفضها. يعني صلصه المكرونه دي اللي هي الطماطم، المكرونه دي اولا مليانه معادن بتعلي جدا للطفل المعادن اللي واقعه منه، بالذات البوتاسيوم والمغنيسيوم. ممكن صلصة المكرونة دي تبشري فيها فواكه، سوري خضروات، اللي ما بيرضاش ياكلها خالص تضربيها. الطفل اللي ما بياكلش مثلا بصل وجزر وفلفل ألوان وفلفل أخضر، كل ده انت ممكن تضربيه وتديه للطفل في صلصة المكرونة. الأطفال الأكبر المكرونة ممكن تبقى حل ان انت تحطي معاها وايت صوص، فابنك يشرب ياخد لبن لو ابنك قافش على اللبن خالص ومش راضي ياخده. فممكن تعملي بيها بشاميل بالبيض والسبانخ. يبقى هي مش فكرة الحاجة دي غلط ولا لا، زي مثلا الناس تقولك الشوفان بيخسس ولا بيتخن. هو الشوفان انت بتستخدميه كام مرة وبتحطي فيه ايه. طيب اخر حاجة بس عايزة اقولها، الناس اللي هتسافر المصيف، لو انتوا طالعين مصيف خدي بالك، خدي معاكي سان بلوك. الطفل اللي تحت 6 شهور ممنوع يتعرض للشمس، حطيه في الاوضه مع باباه ولا حاجه واطلعي انتي على البحر. او لو طالع معاكي لازم هيلبس شابوه او حاجه لراسه، ولازم هتدهني سان بلوك للاسف، معلش هتجيبي نوع نظيف يكون اس بي اف مكتوب جنبه اس بي اف 100، يعني سان بروتكشن فاكتور 100، معادل الحمايه بتاعه 100، ده احسن حاجه. وانس ان انت تحسي ان هو اتشرب لازم تكرريه، مش بيفضل معانا طول اليوم، هو كل ساعتين بيروح. تاني حاجه مهمه جدا، بره الناموس، سواء هنا هتخرجوا او بره في المصيف، هتعملي ايه للناموس؟ هتاخدي معاكي اوف، هتستخدمي اوف بتركيزات معينه، ممكن معاكي لغايه 30 يعني 30% ده عالي قوي، يعني ممكن تهدي الاقل من 30%. هترشي الاوف على ايدك الاول، وبعدين تحطيه على ايد الطفل او على رجله، وتغسلي ايدك كويس قوي. الطفل لو هيلعب يعني خلاص هيصحى من النوم ويبتدي يلعب، اغسلي له ايديه ورجليه عشان بيحطوهم في بقهم بالاوف. الاوف امان، الاوف مش جواهوش اي ماده بتطرد الناموس، لا هو بس بيعمل طبقه على الجلد بتخلي الناموسه تتزحلق، ما تعرفش تعمل لاندنج وتقرص. عايزه تستخدمي سائل الناموس استخدميه بس قبل ما الطفل يدخل الاوضه، بعد كده اطفيه وهوي الاوضه. بالنسبه خدي معاكي وانت مسافره، لازم تاخدي معاكي وانت مسافره كالاماين لوشن، عشان لو بعد الشر الطفل اتسلخ او التهب من الشمس او في حمونيل خلاص. وخدي معاكي ادويتك العاديه، لان اغلب الاماكن في السفر هتحتاسي من غير ادويه. خدي معاكي احتياطي محلول جفاف بعد الشر، ان شاء الله ما تحتاجيهوش خالص بس احتياطي. خدي معاكي اكل سهل، لو في ميني بار او تلاجة في الاوضه يبقى هتاخدي معاكي زبادي، هتاخدي معاكي بسكوتات، بسكوت شوفان انت هتعمليه في البيت، او هتجيبي الجاهز مؤقتا مش مشكله، مره يعني ما تبقاش عاده. لو ابنك اكبر شويه فوق السنه هاتي بسكوت الشوفان اللي هو الجاهز بتاع ماك فيتس او اللي هو بتاع اي حد يعني نظيف، وبيكسريه في الزبادي. خدي معاكي العسل الابيض فوق السنه في علب زي بتاعت المربى، الصبح كده اعملي له فطار. خدي معاكي ايه كمان انا كنت كاتبه، خدي معاكي طبعا موز ده اكيد، خدي جوافه، ممكن قطعي الجوافه وشيلي اللحم اللي فيها، الاطفال بياكلوها بتشبعهم. اكلي الاكل العادي بس نعميه شويه، يعني مثلا انا امبارح كنت مزنوقه ان بنتي هتاكل مثلا رز وبسله خلاص، هي لسه يعني 11 شهر اهي الصغيره، فمش هتعرف تاكل رز وبسله اللي هم العاديين. فعملت ايه؟
حطيت الرز، قطعت الفراخ صغير قوي كأنها، انا اصلا ملح قليل جدا في الاكل، قصيته كأنه بالمقص بتاع الاكل وصغير جدا، وبدل ما احط البسلة خدت شوية البسلة والجزر بس ضربتهم وحطيتهم عليه، فهو الاكل كده خشن مع ناعم، فهيقدر ياكل معاكي، هياكل رز وملوخية بسهولة جدا. على فكرة هياكل صدور الفراخ، شوحيها له على النار، مش لازم تبقى بانيه، هياكل صدور الفراخ معاكي، هيمسكها ويفضل يمصمص فيها وياكلها لو هو فوق ال8 شهور. خدي معاكي بامبرز بحر لو ابنك فوق السنة، لو ما عندكيش امكانيات تشتري بامبرز البحر فضي السائل اللي موجود في البامبرز. الاطفال اللي تحت 6 شهور بلاش تنزليهم البسين في العيد، يعني ممكن تنزليهم البسين بعدين، انما يعني برضو بحذر قوي وما يكونش فيه شمس ويكون بسين مغطى عشان الشمس ما تلهبهمش. انما في العيد لا، نازله معويه، احنا بنتكلم في نازله، لان ناس كتير قوي 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 نازله، فالبسين مليان ناس، فلا ممكن ما يعني ايه لا يفضل. قولوا لي بقى اسئله ممكن معاكم كده شويه، مش عارفه احنا بقالنا قد ايه وقت، بس تعالوا نجاوب على شوية أسئلة، 10 دقايق أسئلة كده. ألبس النضارة بس أرجع لحقيقتي عشان أشوف بس. ماشي الكلام. أوكي عدنا. لو هتبتدي تديله فراخ ادخلها ازاي 10 شهور؟ ده 10 شهور ده هياكل كل الفراخ والارانب والحمام والبط واللحمة كل حاجة انت نفسك فيها. هتأكلي فراخ ازاي؟ هقولك يا ستي، هتجيبي فراخ بلدي الاول تسلقيها. لو ابنك بياكل اكل يعني ماسك نفسه شوية وبيقدر يمسك حاجة في ايده وياكلها، يبقى اولا ممكن تقصيها بمقص اللي هو بتاع المطبخ، تقصيها فتافيت صغيرة وتحطيها على البطاطس، على البطاطا، على اي حاجة. لو ما بياكلش خالص غير مضروب خلاص اضربيها له بالبلندر. لو بيقدر ياكل هتجيبي صدور فراخ، اوكي، تعمليها بقى بالليمون والسماق وتنقعيها في زبادي وتتبليها بالزعتر وزيت الزيتون، يبقى دخلت لها قيمة غذائية عالية قوي. وتشوحيها على النار يمين وشمال وتقطعيها صغير وتديها له، هيمسكها اصلا ويمصمصها وياكلها. ابني 3 شهور يلبس نص كم، لو الحرارة عندكم 35 يلبس نص كم وتحته الفانيل وجسيه، يعني الاول لبسيه بكم وجسيه، عرقان مخنوق مش طايق نفسه خلاص لبسي نص كم، انما هو لابس الكم وحرارته كويسة كده مش عرقان ولا حاجة، الولد كده كويس خلاص حبيبتي، يبقى ما تقلعيهوش. ابني 5 شهور وجبت لبس عيد صيفي اعمل ايه؟ هو حاليا لابس كات ونص وكم. كات ونص كم وجبتي لبس العيد نص؟ لبسي 2 كات، لبسي كات ونص ونص كم، يعني ده حل ان انت يوم العيد الصبح بالنهار جو حر عندكم خلاص لبسي فانيلا كات، فانيلا نص ومين والتيشيرت، ده حل. الحل التاني ان انت النهارده تشيلي قطعه لو درجه الحراره عندكم حر، مش لو درجه كويسه، يعني لو درجه عندكم برد والولد كده دفيان ما تشيليش قطعه، انما لو الولد حران اصلا تشيلي القطعه اللي في النص، شيلي الفانيلا اللي في النص، بحيث هو ايه يوم العيد ما يبقاش مره واحده نزل لدرجه حراره واطيه. 6 شهور ومش بتاكل خالص رضاعه فقط. بصي هي دي مشكله لكل الامهات، ده كل لايف بطلع اقوله. بصي يا ستي، اذا في تسنين هو اللي عامل الموضوع بشكل مؤقت فمعلش، هو فتره التسنين كده ما بيقدروش ياكلوا. تقدري تحليها ازاي؟ لو هو يوم مقرف قوي 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 تقدري مثلا تديله ستال مره. لو هو متمسك بالرضاعه جدا يرضع كتير جدا ولمده مثلا 3 4 ايام الاريافه بتوع التسنين، يعتمد عليكي في الرضاعه مفيش مشكله. الاكل اللي هو بيحبه ممكن تلزقي فيه لمده اسبوع، يعني مش لازم بقى لازم انوع ولازم ياكل الخضار. افرضي هو الولد يعني ايه مش قادر ياكل اصلا وبيسنن مثلا، ما بيحبش غير الزبادي، خلاص اديله زبادي وحاولي تدخلي في الزبادي حاجه ما ياخدش باله منها، يعني بشري في الزبادي تفاحه مثلا، حطي في الزبادي شويه شوفان، معلقه شوفان، بلاش حطي في الزبادي مكسرات مطحونه، يبقى انا كده بحاول ادخله حاجه جنب الحاجه اللي هو بيحبها. تاني حاجه اجذبيه باكلات يمكن يحبها، يعني مثلا التمر بيحبوه، وبعد شويه
اقدر احط معاه حاجات تانية، ادخل معاه حاجات تانية هو ايه الطفل كان رافضها. البطاطا بيحبوها، لو انت دلوقتي قادرة تجيبي بطاطا، الموز، الجلي، سوري مش الجلي، اصلا انا بعمل الموز بالبنجر فبيبقى زي الجلي، الجوافة. فاسحبيه واحدة واحدة. حاجة كمان، نظامي الرضاعة، طول ما هو شايفك قدامه وعنده سهل الرضاعة مش هيتعب نفسه وياكل. فمعلش ابنك خلاص 6 شهور والحمد لله، لو اللبن عندك كويس، لو اللبن كويس والولد وزنه كويس، نظمي الرضاعة، يبقى الرضاعة كل 3 ساعات كفاية قوي، بحيث هو يجوع وياكل. تمام، اعرضي عليه الاكل، ولو ما اكلش خلاص معلش مفيش مشكلة، ما تر... ما ت... يعني ما تضغطيش عليه في الاكل، ما تفتحيش بقه وتاكلي وتحاولي ومعرفش ايه، الكلام ده كله بيجيب نتائج عكسية. ثبتي بقى مواعيد الاكل، يعني الساعة 10 الصبح في اكل، في اكل، اكل النهارده ربع معلقة، بكرة هيبقوا نص، بعده هيجوع في المعدة من نفسه وياكل فيه. طيب الشيالة استخدمها من امتى؟ بصي اغلب الشيالات اللي في السوق بتستخدم من التالت، لو انت بتتكلمي على الشيكو والحاجات اللي من النوع ده، مش قبل الرابع، اللي هو مثلا يكون الطفل سند راسه. لو ابنك لسه في الرابع وما سندش راسه يبقى مش هينفع يمسك الشيالة. في اطفال ما بتسندش راسها غير على السادس، فساعتها الشيالة بتبقى اوكي. لو انت هتجيبي الراب اللي هي بتتلبس حوالين الجسم، فدي ممكن تعمليها من اول يوم، استخدمي للراب الليكرا دي من اول يوم وتلفيه حوالين جسمك وجسم البيبي، يعني مش من اول يوم قوي، يعني يعني اسبوع اتنين تشدي حيلك وتقومي وتفكي السلك عشان تقدري بقى تلبسي الراب والكلام. بنتي 5 شهور وزنتها 5 كيلو، مولودة 2 و4. طب استنوا كده، استنوا استنوا، والدكتور مش عارف السبب، وهي بترضع طبيعي وما قبلتش الصناعي، مش عارف السبب. 5 شهور وزنها 5 كيلو. لا يعني عملتوا ايه؟ يعني حللتوا مثلا انيميا، انتي رحتي لاستشارية رضاعة، حللتي اللبن بتاعك، شفتي اذا كان فعلا متوازن وفعلا هو، او في اسباب مخلية اللبن عندك مثلا زي مشاكل في الغدة او مشاكل في ال ال البوليسيستيك اللي هي المبايض فيها تكيسات، او في سبب عندك، هل في ارتجاع، البنت عندها ارتجاع شديد فمهما اكلت بتخس لان كل اللي بتاكله بترجعه، وصلت في الارتجاع لغايه فين، هل في اعراض تانية ليها علاقه بالاسهال، حللت براز، يعني هي وصلت لغايه فين. ما هو لازم هو هيفضل يعمل بانل لغايه ما تديكي سبب، مش ممكن في الاخر هيروحك يقولك انا بصراحه ما لقيتش سبب، خدي البنت بقى اتصرفي معاها، اكيد لازم في سبب. ولو هو ما قدرش يوصل للسبب يبقى نروح لمتخصص جهاز هضمي اطفال، هل حللت غده، هل تحليل الثايرو الغدة الدرقية عندها كان كويس، فانتي فلازم في مغص، تعالي يعني نفهم بالراحة المشكلة في، جربتي تأكليها؟ يعني هي 5 شهور دلوقتي انا ممكن ملجأش للصناعي خالص، ما هي ممكن تاكل معاكي مع الرضاعة الطبيعي، فتعالي نشوف المشكلة فين ونحلها، يا اما دكتور جهاز هضمي اطفال، يا اما الحاجات اللي انا قلتها لك دي تبتدي تفكري فيها. سلامتك يا حبيبتي. طيب ناخد سؤال تاني. بنتي شهرين و... لا بنتي شهرين ولبس العيد نص كم، لسه حالا مجاوبة. امساك لطفل 5 شهور معتمد اعتماد كلي على الرضاعة الطبيعية، بيعمل الستول مرتين في الاسبوع. طب ما حلو، حلو قوي. هو انت عارفه المشكله ايه؟ ان احنا فاكرين انه الطفل لازم يعمل كل يوم، فلما ما بيعملش كل يوم تيجي على تاني يوم الامهات تزعل فتقوم جايبه لبوس، فتستخدم لبوس الجليسرين، فتلاقي نفسها بعد اسبوعين وثلاثه ابنها ما بيعملش غير بالجليسرين، فبدل ما كان بيعمل كل يومين بقى بيعمل كل 3. لا هو طبيعي الطفل في السن ده يعمل كل 3 ايام، كل يعني كل يومين، كل يومين بالكتير، والتالت هتلاقيه عمل. لو دي عدته الستول مش محجر، ما بيقلموش وهو بيعمله، مش لازم يبقى سايل قوي يعني، بس هو ما بيقلموش وهو بيعمله، خلاص ده كده الولد تمام. انا اعمل ايه عشان اساعده؟ اولا اشرب ميه، لان هو اذا معتمد على الرضاعه الطبيعيه يبقى المشكله فين؟ المشكله ان اللبن اللي رايح له ما فيهوش الالياف وما فيهوش الميه، يبقى انا كأم اشرب ميه 4 لتر في اليوم، مش ممكن تكوني بتشربي 12 كوبايه ميه في اليوم والولد عنده امساك.
تاني حاجة أكلي كله ملين، مش أكلة ملينة في اليوم، لأ أنا بصحى الصبح أفطر بحط زيت زيتون على الجبنة، بستخدم عيش بلدي برده بدل ما استخدم عيش فينو، موقفة معجنات وحلويات وكحك وكنافة بالمانجا وكل الكلام ومقليات والكلام ده، باجي بعد شوية أخد حبيتين قراصيا وتمريتين وعصير كوباية عصير برتقال، باجي على الغدا هعمل طبق سلطة، يا إما آكل خضار البيت ملوخية بامية اللي عندكم خلاص، برجع مثلا اخد بعدها بشوية فاكهة تكون ملينة شوية، باجي على العشاء اخد خيار او خس، مش ممكن اكون بعمل ده من الصبح للليل والولد ما بيعملش، هيعمل لازم لانه 99% الاولاد عندها امساك وظيفي، يعني ايه وظيفي؟ يعني قولون مش عارف يعمل وظيفته وما بنديلوش اللي هو محتاجه. طيب بنتي في التالت وحقنة الضنا انا عاملة حباية كبيرة شوية واخداها في الدراع اليمين لاننا برا مصر عادي، ما هو كبيرة شوية دي لغاية قد ايه عشان اقدر اقولك؟ يعني مثلا كبيرة شوية يعني حاجة بسيطة مثلا عاملة حباية اوكي ما فيهاش حاجة بتعمل كده وبتروح، انما عاملة مثلا فقفوقة كبيرة مطلعة صديد وطالع منها حاجات صفرة بعد فترة طويلة بعد ما كانت اخدت الحقنة فترة طويلة، لا يبقى نخلي الدكتور يبص عليها احتياطي. فعلى حسب ايه حجم الموضوع، ممكن انتي وانتي بتوصفي ما يبقاش بوصلني بالظبط إيه، هل الموضوع يعني صعب قوي ولا الموضوع بسيط عادي وهيروح. حديد ايه اديه لابني 6 شهور وقد ايه؟ اديله انريتش، هاتي نقط اسمها انريتش، المفروض انريتش نقط المفروض ان هي تتاخد على حسب وزن البيبي، مش بس على حسب وزن البيبي، على حسب عنده ارتجاع ولا ما عندوش، عنده اي امراض ولا لا، مؤقتا لغايه ما تروحي للدكتور. لو ابنك سليم معافى وما عندوش اي مشاكل مرضيه اديله على الاقل ربع قطاره لغايه ما تروحي للدكتور يوزنه ويشوفه هو الولد نفسه، يمكن مثلا مامته عند حضرتك عندك انيميا شديده فهو الدكتور مثلا يحس انه هيدي اكتر ويزودها لك، انما انا ما اقدرش اديكي غير الحد الادنى لغايه ما الدكتور يوزنه ويشوفه. الشعر اللي بيقع للبيبي سببه ايه؟ سببه حبتي ان ده مش شعره الحقيقي، اول سنه فالهرمونات بتاعت النمو في جسمه بتشيل الطبقه دي واحده بواحده وتبتدي تطلع لك شعر جديد خالص بعد السنه، فده طبيعي جدا، انت مش مقصره ولا حاجه مع البيبي ولا ابنك هيفضل من غير شعر طول العمر ولا حاجه ما تقلقيش، بس انت ممكن من نفسك تساعدي البيبي ازاي؟ اولا تتاكدي ان مفيش انيميا، تتاكدي ان انت ما عندكيش انيميا ولا شعرك بيقع، ياخد الحديد بتاعه بانتظام، ياكل اكلات غنيه بالبروتين، تبتدي تدخلي بروتين من السادس وبس كده، غير كده ما تقلقيش هو هيجدد الشعر لوحده عادي. بنتي كل ما ترضع تتعصب وتفضل تشد وتصرخ، طيب هي شهرين ليه بتعيط وقت الرضاعه؟ ده سؤال مهم قوي. نمره واحد جعانه، ممكن ده وارد يكون المشكله ان هي جعانه بتتعصب ليه؟ لانها عماله تشد مش لاقي حاجه، فلو انت حاسه ان اللبن قليل الام بتحس يعني صدرك فاضي بالذات مثلا مع الحر او ممكن مع الصيام، يبقى لا يبقى دي مشكلتنا ان اللبن قليل واحنا محتاجين نزود اللبن، او لو بالذات لو انت مدخله صناعي رضعه بالليل او حاجه فاللبن قل، ساعتها هتفتحي الفيديو بتاع اعاده الارضاع هتلاقيه فيديو هتلاقيه لايف افتحيه وابتدي طبقي معاه. تاني حاجة لا انا اللبن عندي كويس قوي والبنت بتزيد وزنها كويس بس هي بتتعصب وقت الرضاعة بالذات، يبقى حاجة من اتنين، يا اما هو ارتجاع يا اما هو مغص. طب اعرف الفرق بينهم ازاي؟ لو هو ارتجاع هتلاقيها بتجيب راسها لورا وبتفرد جسمها كده قوي وبتفرد رجلها لقدام، ده ارتجاع، هي بتعمل كده لانها نفسها تاكل بس مش عارفه خلاص، فحلها ايه؟ حلها ان انت تديها دواء الارتجاع، وهتلاقيها طبعا في العادي بتقشط زياده عن اللزوم او بترجع كميه لبن كتير، فهتديها دواء الارتجاع قبل الرضعه بربع ساعه تمام، وهتزودي عدد الرضعات بس تقللي كميتهم، يعني مثلا بدل ما برضع كل 3 ساعات ارضع كل ساعتين بس كميه اصغر بحيث تقدر معدتها تستوعب شويه بشويه، وتبصي على فيديو الارتجاع هتلاقي تفاصيل كتير تساعدك. لو هي بقى مش بتعيط بسبب ده، لو هي وشها بيحمر قوي وبتاخد رجلها على تضمها عليها يبقى ده مغص، يبقى كرعيها حطيها على كتفك كده كرعيها، هتلاقيها اتكرعت ورجعت ترضع تاني والعصبيه قلت، وهتلاقي فيديو كامل للمغص بكل تفاصيله. كل سنه وانتم طيبين، وبعد العيد ان شاء الله نرجع نعمل لايفات طويله، وان شاء الله الحوامل التاسع بالذات ليكوا عندي لايف انا مش ناسياه. هقفل معاكم عشان قبل ما الولاد تيجي الحق اسجل لكم النظام الغذائي، عشان انا وعداكم بنظام غذائي من السادس للتاسع وواحد من التاسع للسنه، والبوتي تريننج وشويه حاجات كتيره والنوم حاجات كتيره قوي انتوا طالبينها.
فهلحق اسجلها لكم قبل ما العيال تشرف. كل سنة وانتم طيبين.